السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم خوتي معنا في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب الوطني المغربي وكأس إفريقيا ممكن ثلاثة لاعبين ممكن يكونوا نجوم المنتخب الوطني المغربي في كأس إفريقيا هيا نتعرف على اللاعبين الثلاثة بطبيعة الحال ممكن يكونوا نجوم المنتخب الوطني المغربي في كأس إفريقيا ثلاثة عناصر قوة شريفة بطبيعة الحال هذه العناصر هذو هادل في المنتخب الوطني المغربي في الوقت الحالي لاعبين كبار عم بداو وسط الميدان الدفاعي بطبيعة الحال وسفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد اللي كيبقى من خيرة اللاعبين اللي عند النخبه الوطنيه وكنظن انه انا افضل لاعب في المنتخب الوطني المغربي صراحه سفيان امرابط اللي هو لاعب صراحه كبير هناك كذلك اللاعب عبد الحميد الصابر اللي كيبقى كذلك واحد اسم كبير في المنتخب الوطني لاعب الفيحاء السعودي كان متميز في كاس العالم صراحه تميز كتير في كاس العالم ديال قطر بطبيعه الحال وهناك كذلك لاعب اسماعيل السيبره لاعب بي اس بي الجيدين من اللاعبين المنتخب الوطني المغربي هذا اللي شكرا لكم اخواني على المشاهده والى اللقاء والى فيديو اخر